يسلم والدين. الله يسلمك يا رب. كتر خيركم، والله فضلتوا على راسي. دعينا سيدنا. الله ينصركم والرب يسوع يحميكم. دير بالك على حالك يا ابني. ان شاء الله. يلا بخاطرك. وين رايح هاد؟ ما بيصير يروح، جرحه عم ينزف لسه. هذا الزلم اللي حكيتي لي عنه؟ ايه هو. طاح. اميره جيبوا لها مي. يا اخ يا اخ. عفوا، عم تناديلي لي يا اختي؟ انت اسمك وضاح؟ ايه نعم انا وضاح. بتعرفها لعليا؟ عليا؟ لا ما بعرف حدا اسمه عليا. عليا هلا لما سمعت اسمك غمت، اكيد بتعرفها. هي قالت اسمي؟ ايه قالت وضاح. الله عليك يا ابو رضا. ايه والله الله يرحمه. يا جماعه كان دائما يدعي لربه انه الله يطعمه الشهاده، والله سبحانه وتعالى استجاب دعوته. هذا الوقت شو جاي يساوي هو؟ السلام عليكم يا رجال. والله ما حدا بيقول حلفت عليكم بالله. ما بيصيرك. عظم الله اجركم عليك. شكرا الله وسعيكم. شكرا الله وسعيكم. والله تقطع قلبنا عليك. الله سبحانه. نقرا الفاتحه بمعيتكم. امين امين. تفضل عمي. اي والله. رحت بدي اجيب وضاح ابن عمتي معي، ما لقيته يا جماعة. قلت لحالي أهل الحارة كلياتهم جايين عم يعزوا. ما حلوة هو كمان ما يجي يعزي، بس قال راح على مزرعته. يا والله ابن عمي عبده شغل لي بالي عليكم خير الله. ليش بقى؟ لأنه قال لي إنه طلعتوا من الضيعة من امبارح، وابن عمتي وضاح قال لي إنكم رحتوا على الكسوة. بقت لحالي منه بتطمن عليكم ومنه بنعزي وبناخذ بالخاطر. إيه مظبوط. كنا رايحين على الكسوة، في عنا سباق خيل. بس أجلنا. عليا قصدي رويدة، ابقي زورينا. ايه اكيد. وانتو كمان تعوا لعنا وزورونا ان شاء الله. يلا بخاطركم يا جماعة وادعوا لنا. الرب يحفظكم. الله يحميكم. يلا بخاطركم. بخاطركم. مع السلامة. العذرة تحميك يا هيك. لكن يا وضاح فندي، بدك تورطني مع الداخلية مثل الشباب الكسوة وهن بيطلعوا للضيعة. ايه بسيطة، كل شيء بوقته حلو. لك بس مع هذا القصة انه وضاح وشاهر وباقي الشلة عرفانين اني عم بتعامل مع الداخلية. Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم سهرين. وعليكم السلام. اهلين سهري. اهلين سهري. وضح لي هلا ما رجعين. شو هالحكي؟ ولي على قامتي يعني مو اطلع امبارح المغرب هلا ما رجع؟ ما رجع اختي، ما رجع. ضليت ناطره طول الليل هلا ما رجع. يبعث لي حمى ان شاء الله. قال رايح مشوار وراجع. والله قلبي كان حاسس انه مشواره بهالليل فيه قلنا. طيب بركدن كان رايح حضيعه ابو محمد مشان تعزايه؟ كان قلنا. ليش حتى يخبي علينا؟ ايه صحيح كان قلنا. هلا عرفت انا وين ممكن يكون. وين؟ بالمزرعه. هلا بدي ندور عليه. شبك ابن عمي في شيء؟ لا لا ما في شيء، بس عم فكر يعني وين بده يكون راح. يعني هو امبارح ما قال لك لوين بده يروح؟ لا والله ما قال لي. طيب شو كنت عم تحكي انت وياه قبل ما يروح امبارح؟ خلصنا بقى، قلت لك في شغله بيني وبينه. خلصنا. انا راح اروح على المزرعه ادور عليه. وانا بروح معك عمي. ما بيروح على المزرعه بدون ما يقلنا. اذا خير الله شو بتضل المعسره. اتركه لعبده يروح يتفقده. روح عمتي، روح انت. يلا لكان انا رح روح جيب الفرس وشي. ابني معك عمي. طولوا بالكم. لك يا عمي طولوا بالكم شوي. اتركهم يروحوا. شو خسران انت ابن عمي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شرف عمي شرف. شرف. اخ يا وضاح لو تعرف قديش قاسيت وتعذبت بغيابك. بس بعمري ما كنت صدق انه بعيد الشر يكون صاير لك شيء. انت كنت عايش بقلبي، كنت شوفك اليوم بمنامي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. المهم هلا اللي انت شو صار معك بعدين؟ هلا مو وقتها، بكره بحكي لك وبتحكي لي لحتى تقولي حالك. حتى بنحكي لاولادنا اذا بدك. لا يبعت لي حمى. ما قلت لك نحن اجانا ولد سطاكم؟ بعرف اهلك خبروني. يلا بكره الله بيعوننا باحسن. امين يا رب. يلا قوم خلينا نروح. لا لسه بكير، بدنا نصلي صلاه المغرب بعدين. ما بدي فوت على الحاره بالنهار. ليش؟ بكره اذا دروا اهل الحاره انك جيتي كلهم رح يلتموا. النسوان بدهم يجوا يباركوا لك، ورجال بدهم يهنوني بسلامتك. ما بدي حدا يشغلني عنك بهالليله. يعني ما بدك تخليني اشوف امي واخواتي اليوم؟ لا بتشوفيها، بتشوفيها بكره. بعدين ما قلت لك صارت منيحه وبتحكي وتمشي ولا احلى من هيك. فأبر قلبي شو مشتاقت لها هي واخواتي. يلا دوم وتوضى من هالنهار وصلي صلاة المغرب. يبعتلي حمى لساتها عم تجعها؟ لا لا ما فيها شيء، بسيطة. سلامة قلبك. معقول يكون مرق من هون؟ بس ما يكونوا العساكر الفرنساوية ماسكينه. لا الشباب أكدوا لي إنه العسكر اللي لحقوه رجعوا وما جابوا. أهلين بالشباب. ميت أهلين. عاوزين شي يا شباب؟ الدير موجود، إذا عاوزين شي قولوا لي. والله إذا في شربة مي نشرب ونسقيها الخيل. إيه تكرم عيونكم. منين الشباب؟ من الشام. من الشام. أهلا وسهلا. لوين رايحين؟ والله عم دور على زلمة. أنتوا اللي كنتوا علقانين مع الفرنساوي امبارح؟ زلمتكم اسمه وباح؟ ايه شفت لنا اياه. بتعرفوا بتعرف وينه؟ زلمتكم اجانا امبارح مصوب برجله، حكمناه وضمدنا له جرح. الله يبشرك بالخير. وهلا وينه؟ اخذ حرمته وراح. حرمته؟ ايه حرمته. حرمته صار لها عايشه بالدير مع الراهبات اكثر من 6 سنين. اختي؟ اختي صار لها عايشه عنكم 6 سنين؟ اي نعم، ومعززه مكرمه. لك روح الله يطمنك. الله يبشرك بالخير، الله يبارك فيكم. اشتقت لهالبيت ولأهل البيت. اشتقت للزريعة للبحرة. يا الله على مهلك، على مهلك. تعالي عادي جنبي، تعالي. كثير اشتقت لك. يا رب يا رب، مثل ما جمعت شملنا أنا وحبيبي تجمع شمل هالعيلة يا رب. آمين يا رب. يا لطيف شو كان الشيطان يوسوس لي ساعة، يوسوس لي انك تجوزتي ونسيتيني. لا وضح، لا تلمسني. رويدا شو بكير؟ جوزك على سنة الله ورسوله؟ لا لك شلون لا؟ شو بكير رويدا؟ انا جوزك على سنة الله ورسوله. لك مين عم يدق الباب هلا؟ يلا يلا جاي.
لا وينك يا رجل انا بنادي عليك لا حالي والله شغلت لي بالي وين كنت كل هالوقت رحت جبت رويدة ومشيت رويدة هي رويدة يلي صار لكم سنين وايام عم تدوروا عليها وما عرفتوا تجيبوها وينها هلا ليك شحجوها ايه بس رويدة ما بصير تجي معك لهون ايه مو هذا بيتها وانا جوزها رويدة محرمة عليك شلون يعني محرمة علي ايه نعم رويدة مكتوب كتابها على ابن خالك صفوان شو مثل ما سمعت رويدة لازم تروح معي هلا رويدة رويدة لك هي حرمتي شلون بتجوزوها لغيري وانا لسه عايش وين كنتي يا خانم وين كنتي لك هيك تطلعي من بيت اهلك وبتجيبي لنا الحكي اختك كانت بمكان طاهر بيت من بيوت الله انا وافقت على صفوان مشان يطلع رجلي من الحبس وكنت ناوي اذبح حالي او اهرب قبل ما يتجوزني المهم كانت انه رجلي يطلع من الحبس رسولي رسولي فاجره لا يا عمي لا ما بيصير هالحكي ما بيجوز عبدو اختك اشرف من الشرف خليها تحكي انت مشان هيك هربتي ايه لما سالني الشيخ اذا كنت موافقه ولا لا عبدو كان حاطط السكين على رقبتي ولك رسولي غازي عشان ما اضرب الكف شنيعك فشها عبدو نزل ايدك احسن ما اكسرها وحملك ياها بدي طول بالك الله يخليك هلا بتروح بتجيب شيخ نزيه وبتجيب معك صفوان لهون بيطلقها وبنكتب كتابه على وضاح لك يا عمي بركه لصفوان ما رضي لك شلون ما يرضى يعني اي والله بذبحه اذا ما رضي شلون ما يرضى اذا ما رضي انا اللي بدي اذبحه يلا يلا شريف عم محجوب شرلي لخير شو جابك لعندي بهالليل شو جايبني لعندك وضاح مدور على رويدة وملاقيها ومرجعها شو رويدة رجعت وين هلا عنده بالبيت شي؟ لك شلون يعني عنده بالبيت أب محجوب؟ لك المخلوقة حرمتيني أجنبية عليه ما بصير تنكشف النوب صفوان هنن كلمتين يا بتروح هلا بتطلقها وبترجعها لجوزها يا أما بتجيبها وبتجي معك لهون لك أنا جوز عمي لك المخلوقة حرمتيني يعني ما بدك تطلق لا ما في شي من هاد بنوب إيه؟ لكان خلصنا من السيرة هلا بتحمل حالك بتروح معي بتجيبها للمخلوقة معك على البيت وفضت يا عراب ولا قالك انت لا تروح النوب لانه اذا شافك عقد مو زعلان واخذ على خاطره ممكن يوصل ايه ما فشل لك انا مالي خايف لا منه ولا من مية من شكله لك خلصنا بقى صفوان خلصنا بقى عم نقول لك اذا ما طلقت للمخلوقة الزلمه جاي لهون واذا اجى لهون ما تشوفك قلة العافيه هو بتعرف والله بيني وبينك خليني اتصير الشر روح اتخبى كم يوم بيت ابن جي بس دير بالك ها بتروح بتجيبها بتحط عندكم بالبيت يا ام علي معلي ما بعرف شو بيطلع مني ها الحمد لله على سلامتك الله يسلمك الحمد لله على السلامة ابو نمر الله يهنيك برجعة الحرمة الله يهنيك ويسلمك وين اختي جوا طمني يا ابو نمر ان شاء الله جرحك صغير جرحي اخ يا ابو فهد على جرحي رويدة يا خلي من رحتي وتركتينا كل هالسنين العمى والله بطاها بيتبعني اهرب يا ولد اهرب من طريقه احسن لك بيك بتخليها معلقة لا مجوزه ولا مطلقه خليني اطلع البس وقصها احسن شي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وما قالوا لك لوين راح طلع من بعد العشاء وما بيعرفوا لوين راح ابو صفوان وين بيكون ابنك هلا والله ما بعرف وين ما راح رح يرجع وراح يطلقها ورجله فوق رقبته كمان السلام عليكم وعليكم السلام ما لقيته قال لساته ما اجى لك ليش تاخرت لهلا مريت على بيت عمتك من لطفي وخبرته اني برجعت اختك ايوه خلاص يا جماعه معناها الصباح رباح شو شيخي شو نعمل الحل ان الحرمه ترجع لبيت اهلها وبكره ان شاء الله بنشوفه وبنخليه يطلق شو اشتقت لك يا عمتي صبري قلبي وين كنتي يا غالي يا بنت الغالي بهالدنيا يا عمتي بهالدنيا لك عمتي في حدا له مطرح احسن من بيت امه وابوه يا عمتي انا لو تركوني بحالي ما كنت طلعت من بيت اهلي يلا ستي
المهم رجعتي لنا بخير وسلامة. مساء الخير عمتي. مساء النور. مساء النور. يهنيك بسلامتها. الله يسلمك يا رب. يلا اختي قومي معي. لوين؟ مشان تروحي معنا على البيت. أنا ماني طالعة من هون إلا على المقبرة. شو هالحكي لك أختي؟ مثل ما سمحت. أختي الله يخلي لنا ياكي، ما بدنا مشاكل. لك أخي عبدو ناويلي على نية، وإذا رحت معك نية شو؟ يا علي الحلال ما يمد إيده عليكي، لأذبحه وعد الله ما خلقه. أختي أنت ما بيصير تضلي هون، الناس بتجيب معدلنا مشكل ملون. بتريدي لنا إياها لك أختي؟ بتريديها؟ أكيد لا. هي عمتي بتضلها معي هون، وأنت كمان بتضل هون. لك أختي أنت لساتك على ذمة صفوان، ما بيصير. لك الله يقصف عمرك يا صفوان، الله يقصف عمرك، إلهي بعت لك على وصيف فرجة لمين تفرج. طولي بالك عمتي، أخوكي حكي مظبوط، لازم تروحي معه على القليلة بين ما هالمقصوف الرقبة يرضى يطلقك. إيه وإذا ما طلقني؟ أختي هلا أنت ما اشتقتي لأمك وعليا ومحجوب وشكرية؟ بلا. شفتي شلون؟ طيب روح جيبهم لهون مشان أشوفهم. لا عمتي تقبليني الله يخليكي، روحي أنت شوفيها وطمني على أمك، والله شفتها بتقطع القلب. لك يا عمتي والله بعرف، والله بعرف، بس كرمال الله فهموني، فهموني من شان الله عملكم عبدو ناويلي على نية ما فيني روح. لا تخافي اختي، لا تخافي بنوم، طول ما أنا موجود ما رح يصير غير اللي أنت بدك إياه. يلا اختي، يلا امشي معك. امشي امشي تقبليني يلا. دخلك؟ مرت وضاح رجعت؟ ايه رجعت. غريبة، بعد كل هالسنين وين كانت؟ كانت عايشة بدير للرهبان، عززة مكرمة. يا لا عمتي، بس ما يذبحوها اخواتها. لا لا، نبهنا عليهم انا ووضاح، ما حدا يمد ايده عليها. سعيد ذكرت، مو معقولة يساووا لها شي وهي ببيت وضاح. خطيتي عليها، هي ووضاح كانوا بيحبوا بعض كتير. يا حرام هالبنت شو معذبة بحياتها. هلا مو المشكلة اخواتها، المشكلة هالواطي صفوان ابن عمها. ليش شبه التاني؟ لك مو هي هربت منه لأنه كتب كتابه عليها. ايه وهلأ ما بصير ترجع لوضاح غير ليطلقها صفوان، وصفوان ما رح يطلق بالهي. سعي والله شلون هيك؟ هلأ هو يظهر ويبان وساعتها بخليه بالصرباية يطلقها. مسكينة هالرويدة والله حزاتها قلال وما بتستاهل إلا كل خير. سعي تقبرني هلا انت صار لك 3 ايام بالعزا؟ لكان لك هذا عزا عبود اللي فدانا بدمه وروحه. الله يرحمه ويجعل مسواه الجنه ويصبر قلب امه يا رب. امين. الله يرحمك يا عبود. بس ما بعرف ليش كان قلبي كتير مقبوض وما كنت مرتاحه بنوم. لا تطمن. بتعرف انه صار لي 3 ايام ما نمت؟ اوف، وليش بقى؟ من الكوابيس تقبرني، كنت كل ما احط راسي على المخده اشوف كابوس وما اقدر نام. ان شاء الله سلامتي. تعال تعال. يا حبيبي يا دخيلك يا امي. ولك كيف كان لك قلب؟ دخيلك كان لك قلب. ولك كيف اشتقت لك دوبري، اشتقت لك رويده. ان شاء الله الف الحمد لله على السلامه. شلونك مرت اخي؟ لك ان شاء الله بيقطعوا لاخوك وبيجيبوا لك اياه شقف ونتعف. ولك يخرب بيتك الله لا يوفقك، قالوا عملت لك قيمة ونازلة سلم عليكي. انت ما حدا عتبان عليكي تنزلي تسلمي عليها او تفرحي برجعتها. اي وبالناقص عبدو بتفهمها لمرتك؟ لا بتعرشنا ولا بنعرشها. يدوبني حبيبتي. الله يرضى عليك خالتي، قوم اطلع لقطك من هون لبكره بيحل الف حلال. ما قلت لي خال شلون جرحان؟ بيبعت لي حمى وقع من على الفراس وفات برجله عود يابس. قوم تقبري الله يرضى عليك. قوم وما بقول مر، قوم نام وقلك علي بكره الصبح خلي صفوان يطلع او نكتب كتابك عليه. الله لا يوفقك يا صفوان، الله يغضب عليك. اي والله والله اذا ما طلقها لا اذبحه بايدي.